فضيلة الشيخ، جماعة مشتركون فيما يسمى بجمعية الموظفين التي يدفع كل واحد قسطا معينا في آخر كل شهر بالتساوي، وتعطى لواحد منهم، فهل يزكى هذا المبلغ؟ أولا أنا لا أرى هذه الجمعية لأنها من القروض المشترطة، يعني قرض جر نفع، وهو يدخل أيضا في بيعتين في بيعة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا القرض يجر نفعا لصاحبه، وأيضا هو من عقدين، عقد في عقد، أقرضك بشرط أن تقرضني، هذا حكم. فأنا أرى أن هذه الجمعية غير جائزة، والإنسان إذا احتاج إلى قرض يقترض قرضا حسنا من أحد إخوانه ويسدد له، ما حاجة أنه يروح الجمعية، يقترض من أحد إخوانه قرضا حسنا، وإذا لم يجد من يقرضه هناك مسألة التورق، يعني يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال وينتفع بثمنها، لكن لا يبيعها على من استدانها منه، وإنما يبيعها على غيره وينتفع بثمنها الحال، فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلعة، هذا إذا لم يجد من يقرضه، هذا الذي أراه. وأما إذا جمعوا هذه الأموال وحال عليها الحال تجب فيها الزكاة، لأنها ملك لهم، فكل يزكي على قدر نصيبه، كل يزكي على قدر ما دفع منها، على قدر ما دفعه فيها. نعم.